اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا ناخد الترند المحلي واهم خبر في الجانب المحلي، وهو مرتبط شويه ومرتبط جدا بمحمد صلاح، ده امر مؤكد، خصوصا ان احنا قلقنا قوي على صلاح بعد الاصابه اللي كانت في مباراه برايتون اول امبارح، جاب الهدف من ضربه جزاء وخرج، فاحنا كلنا كمصريين قلقنا جامد قوي يعني بصراحه. الراجل مش عايز اقول لحيلتنا، احنا عندنا لعيبه كبار وعندنا لعيبه محترفين في الخارج كويسين. بالمناسبه كمان تريزيجيه مش هيلعب مباراه بشكل شهير النهارده بسبب الاصابه، مش عارف لسه حجم الاصابه ايه، بس ده امر يقلق كمان بشكل اكبر يعني. لكن المؤكد وزي ما في الجول كده بيقول ان مصدر بمنتخب مصر قال لهم ان الاصابه مش هتمنع محمد صلاح من قياده الفراعنه في مباراتي السنغال، وده خبر مهم قوي بصراحه. صلاح اكيد عنده حافز كبير جدا للمشاركه في الماتشين، ده امر مؤكد، الماتشين يوصلوا لكاس عالم. في نفس الوقت هو في اعتقادي الشخصي من خلال المشهد اللي شفناه ان اللاعب يعني خرج كاجراء احترازي برضه، اللي هو انا خلي بالي عشان الاصابه ما تتفاقمش. هو كان في كدمه قبل الجون ما يجيبه تقريبا في وش رجله او حاجه زي كده او في السمانه، ففي نفس الوقت قال لك ايه، لا انا لو دوست على نفسي ممكن الاصابه تكبر، فابقى بعيد الفتره الجايه، والفتره الجايه ما ينفعش فيها اي بعد يعني. فان شاء الله باذن الله صلاح يكون جاهز، وزي ما اكدوا كده هم مش عايزين يتكلموا في تفاصيل كتير، لان المنوط بالاعلان عن تفاصيل اصابه محمد صلاح هما او هو نادي ليفربول من خلال حساباته الرسميه المختلفه يعني. فاعتقد خلال ساعات ممكن يعلنوا عن حجم اصابه محمد صلاح، لكن المؤكد الحمد لله ان الاصابه مش كبيره. تريزيجيه انا لسه مش عارف يعني مدى قوه الاصابه، لكن يا رب تكون حاجه بسيطه قوي ويبقى برده جاهز للماتشات اللي باقيه مع فريقه قبل ما ينضم لمعسكر المنتخب باذن الله تعالى استعدادا لمباراتي السنغال. ده فيما يتعلق بالترند المحلي. تعالوا نروح ل